عديت 56 سنة على جرة نابل الموجودة في قلب المدينة من 1962 لتوا، والجرة رمز من رموز ولاية نابل. تجاوزت شهرتها وقيمتها الفنية حدود الولاية، ولات واحدة من مكونات الهوية التونسية. الجرة هي جزء من تاريخنا المادي اللي مثل تونس في الخارج، واللي تحولت اللوحة فنية تروج للسياحة التونسية. للجرة حكاية مع آخر رموزها وخزة فيها، المرحوم محمد عبد الرزاق. نابل فقدت أحد أبنائها البررة، وهو رمز من رموز نابل ورمز من رموز صناعة الفخار في نابل، وهو المرحوم محمد عبد الرزاق. هو أحد كبار الخزافين اللي تفنن في تزويقها باستعمال الألوان والرسوم المميزة لولاية نابل. محمد عبد الرزاق الشخصية الرمز في ذاكرة النوابلية وزوار المدينة المبهورين بلوحته الفنية الباقية. ابن مدينة نابل، ينتمي لعائلة عريقة ومعروفة بصناعة الخزف، هو ولد حسن عبد الرزاق. الأصل التعليم متاعه أنا حضرت عليه، كيفاش عندي تاريخ عليه، كيفاش تعلم، منين تعلم؟ أنا صغير نمشي للمكتب صغير ونتعدى قدام مدام تيسي، كان عندنا واحد مالتي هو اللي جبنا الارتيستيك، كنا نخدم العربي الناس كله. سي محمد عبد الرزاق وقدور عبد الرزاق وسي مصطفى المشعال ومحمد المشعال وعبد القادر بن سدرين وعليا بن سدرين، ثلاثة عائلات هذوما هما اللي بداوا في الفخار الفني. كان يخدم فيه كان في الخراج، قاسم الخراج هو الواحد. بدأ مسيرته دراسية في نابل وتحصل على شهادة ختم الدروس الابتدائية في جوان 1935، وفي أكتوبر 1945 تحصل على الأهلية من جامعة الزيتونة. حصل العلم ووصل لمرحلة متميزة في قرايته، لكنه ما خلاش صنعة أجداده اللي حافظ عليها وتفنن في تعلمها وتطويرها. عشق الطين وتعلم على يد أشهر الخزافين الفرنسيين كيف تيسي وشملة وفيركلو. خدم جنبا إلى جنب مع أكبر الخزافين في نابل كيما حسن عبد الرزاق والسكنتاجي والعويني والمجدوب والخراز وبن سدرين. نجح محمد عبد الرزاق في تطوير الخزف الفني من خلال انفتاحه على الطرق الأوروبية، وتمكن من إنجاز ورسم لوحات فنية ينبهر المشاهد بجمالها اللي يتجسد تناسق الألوان مع التصميم، الشيء اللي حول القطعة الفنية لوحة خيالية تنتقل بيك العوالم الصنعة والحرفة النابلية الأوروبية. جاوزت شهرة الرجل هذا حدود الوطن القبلي وشارك في معارض وطنية وعالمية. أختيسيك نابل نمشيو لرجعو لتيسي، معنا جوزيف فرديناند ولدو لوي من بعد دو فيركلو لقاو حسن وحسين عبد الرزاق. دونك عائلة عبد الرزاق هذه عائلة عريقة في الفخار، ومن بعد جاءوا أبنائهم وأبناء أبنائهم وكلهم، معناها العائلة الكل حتى بنساها زاد مش بالجادة برك، كلهم يخدموا في الفخار. حاول عبد الرزاق أنه يواصل صنعة أجداده ويورثها لولده نور الدين باش ما تتنساش وتتواصل مسيرة عائلته الخزفية. بعد رحلة طويلة مع الفن والخزف، رحل محمد عبد الرزاق نهار 20 نوفمبر 2018، لكن الجرة هذا العمل الفني سيخلد اسمه إلى الأبد، وستبقى أعماله الفنية شاهدة على مدرسة خزفية متواصلة على مر الزمن.